بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله امين، والصلاه والسلام على الاتمان الاكمان على سيدي الاماني المملكه المغربيه وعضو الهيئه الدوليه. حضرت فعلا هذا المؤتمر بحيث وفود من العالم الاسلامي باكمله قضيه مهمه، قضيه الوحده الاسلاميه، قضية مشارق الأرض ومغربها، الدماء تسيل فقط. نعم، غزة وفلسطين هي قلب هذه، وحدث فيها ما حدث في وبعد حدث في السودان، في الصومال، في الفلبين، في بولهرسك، وحدث في مناطق كثيرة. لنا كان الأوان لنراجع مجموعة أمور عندنا، الأنهار دماء في مشارق الأرض بها. إن ديننا الحليف الإسلامي بجميع الأنبياء ورسالات رسالة إخواننا في جميع الصالحين أو اليهود غيرها من الديانات الأخرى، أن إخوة كل واحد يجب أن يساهم في إيقاف هذه الوسيلة. ليس من اليهود ولا النصارى المسلمين ولا ان تروح واحد، ان تزرس واحده فيها جميعا. اذا اردنا فعلا السعاده، اذا اردنا الاستقرار، اذا اردنا ان نتغضب وغضب عز وجل، يجب ان نشارك جميعا يدا في ايقافها. اناس اشرار عندكم انتم، لا هذه السفينتهم سفينة البشرية وتقع الدمار الهلاك كثيرة. هذه فرصة العمر الجمع أنا يا آدم في هذه أما بالنسبة نحن كأمة إسلامية، لأن نكون أمة واحدة عالية لا يمكن قتل الآخر، ذلك نقتل. يجب أن نواجه التي تتعلق يعني بالتطرف التي أشياء، فلا من أجل تحرير فلسطين، من أجل تحرير، من أجل أمور أو قتل أرواح أبرياء أيا كانتهم أي دياناتهم، هذا لا يجوز أبدا. جيش مع يعني عسكري، اما المدنيين حرم الاسلام ان نقتل شيخا، ان نقتل امراه، ان نقتل صبيا ايا كان. كلنا من ادم ومن فهذه ان شاء الله فرصه العمر لكي تعود البشريه كلها ونبني هذا في الاخره. الله تعالى والسلام وبركاته.